جماعة الخير، الانتخابات الرئاسية انتوما اللي حدد مصيرها. احنا رانا في مدينة القرارم، عقبنا ما شاء الله على سد كبير، هو سد هذه المنطقة، هذا السد سد بني هارون اللي معروف، راه خمس ولايات تشرب منه، الله يبارك. ولكن القرارم والبلديات المحيطة باينان وذا ماشي يشربوا مساكن، كما هذاك اللي طباخ وشاتي مريقة مسكين قدام العين وما يشربش. احنا رانا ان شاء الله اذا انتخبتوا علينا وانتخبوا علينا الجزائريين والجزائريات، اول حاجه نديروها هذه الثروات اللي راها موجوده في بلادنا، لازم يستفادوا منها اهل المنطقه وكل البلاد. كي يكون كاين سد كيما هذا البلاد لازم تحيا، هي الاولى تحيا من ناحيه اولا الماء، لازم الناس يشربوا ما يقعدوش عايشين ازمه تاع ماء.